جيت من السودان منحة دراسية خاصة طبعا لجامعة الإمام محمد بن سعود، وجينا هنا وخيرونا بالكليات اللي بنقدمها، ما مباشرة من هناك ادونا كلية، انت بتجي هنا وبيخيروك انك تاخذ كلية. فأنا أخذت قسم علم النفس نعم. لأني كان عندي يعني الفكرة أنه أنا أشتغل في مجال النفس العلاجي، علم النفس العلاجي، لأنه نحن فعلا درسنا علم النفس علاجي، نعم. وأنا كنت عندي الفكرة أنه لازم أدرس علم النفس العلاجي بحيث أنه أنا أساعد الناس في السودان، أهلنا في السودان، ترتب على المجتمع حاجات دخيلة عايزين نوقفها في حدها ونعمل على استئصالها. فعشان كده اخترت قسم علم النفس. قسم علم النفس في الجامعة قسم كان ممتاز جدا جدا، وفيه من خبرات كبيرة جدا جدا من الوطن العربي، بما فيه البروفيسور الله يرحمه مالك بدري، كان كبير الاختصاصيين النفسيين، وكان نعم. كبير علماء النفس، وكان رئيس رابطة علم النفس في العالم. نعم. إنسان الله يرحمه توفى في ماليزيا قبل شهر تقريبا، وكان المحترم لي الله علاقة يرحمه. قوية جدا معه، ورجل يعني، وحتى زرته أنا في بيته في السودان في المسالمة. فهو رغبني في انه فعلا انا ادرس علم النفس، وكان هو عنده الرغبه من انا اواصل. نعم. حتى اداني فرصه في جامعه الملك سعود على انه اعمل ماجستير ودكتوراه، وحتى كمان في امريكا، لامريكا اداني فرصه انه امشي امريكا وهو بيوسط هو. فانا عندي ظروف خاصه مربوطه يمكن الاخ ذكر الزواج والحياه زي والحنين للبلد والحنين للارتباط العاطفي، لانه كنا مرتبطين عاطفيا نعم اكيد عشان كده ما وصل.